التجربه نتاع المنتخب وكان على ذمه المنتخب. طريقه خروجه وقتها من الكلوب كان فيها برشا كلام، خاصه ما راحش مع ليكيب في الكار وقتها من قفصه هذا الماتش. لا لا شنو صار وقت؟ لا 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 مش يتقال الكلوب معناتها خليتوه في غادي معناها. لا لا مش صحيح. لا لا مش سمعتوا الكلام هذا ولا لا؟ ما سمعتوش انا، مش صحيح. لا مش صحيح. كيفاش وقت؟ لا 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 راح بجنبي، قاعد بجنبي في الطياره. قاعد بجنبي في الطياره. شنو قاعد بجنبي ورايا المرحوم شريف بلامين وبالحسن وعماد طرابلسي. كيفاش اخبرتوه بنهايه العلاقه؟ مانيش انا اخبرته، دخلت خاطر انا ما كنتش موافق على تنحيته. لا ما كنتش موافق لاني نبيل معلول تو دابور وقت اللي خممت باش نجيب نبيل معلول وكنت وكانت الناس كل ضدي وذا شيء نستعرف به وعمري الى نهار انكرته. كنت نؤمن بنبيل معلول لسبب وحيد، او كونه نبيل معلول صاحب شخصيه كبيره برشا. نبيل معلول من المدربين واثبت هذايا، شفتوا لي باساج تاعو الكل كسوا في ليكيب ناسيونال في الترجي ولا في بارتو، معناتها مدرب عنده قيمته، مدرب فني من الدرجه الاولى. ما كنتش ما تعاونتش ما تعاملتش معاه بالعاطفه لا بتاتا. المرحله هذيك في الجروب اللي كان عندنا، كان عندنا جروب كبير، كان عندنا جروب صعيب يتالف من برشا نجوم، سليتي، المساوي، درمان، السلامي، زقو، خالد الملهي، اشرف الخلفاوي. الملاعبيه قبلوه؟ قبلوه. لا يقبلوه، لا لا يقبلوه الملاعبيه اللي يعرف يتعامل نبيل معلول. انا وقتها خذيت القرار وجاء معنا بعد مده التحق بينا عماد طرابلسي اللي كان مساهم في قدوم في قدوم عماد طرابلسي نبيل معلول. نبيل معلول كيفاش؟ نعطيك حاجه مثلا، عماد طرابلسي جاء للنادي الافريقي وانا كنت المسؤول الاول على الكوره وما كانش عندي علم اللي هو باش يلتحق بينا. كيفاش جابوا نبيل معلول؟ معناتها ساهم برايو، لانه القرار كان بيد رئيس النادي الله يرحمه الشريف بلامين، وهو اللي خذ القرار. كي بعدين تطورت ولا فما خلاف كبير ما بين عماد طرابلسي ونبيل معلول. علاش؟ همش قلت علاش، ولو هي عمرها ما تحكيت. اي نهار في اجتماع مضيق ما بيني انا ورئيس النادي وعماد طرابلسي ونبيل معلول، طلب عماد طرابلسي من نبيل معلول قال له تمدني ببرنامج التمارين وتعطيني الفورماسيون قبل ما تحطها. اي نبيل معلول قام من الطاوله وقال له للشريف بلامين ما نعطيهش، مش ليك انت، وانا ما نتعاملش معك، ما عندك حتى صفه، نتعامل مع السيده ذي. اذا السيده ذي يطلب مني طلب في حدود المعقول، غير الطلب اللي معقول راني ما نمشيش معاه. خلى الطاوله حاب يتدخل في التشكيله عماد طرابلسي، حاب يدخل وحاب يعطي يكون عنده كلمته. حاب نبيل رفض، نبيل رفض، رفض وخرج من الاجتماع. وكان موقفه واضح. انتم ايضا جبتوا بومنيجل، انتم نبيل معلول ظهر وقتها. كيفاش تمت العمليه؟ برشا انتقادات كانت وقتها، خاصه بنظر التقدم سن علي بومنيجل. والله يا علي بومنيجل جاء في ظرف النادي الافريقي في حاجه امنار. علي بومنيجل ما كانش تربطني به علاقه. نبيل يعرفوا اكثر، قعدنا معاه وحكينا معاه. لقيت في الشخص برشا 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 بروفيسيوناليزم. ما خلاليش برشا وقت حتى في النيغوسياسيون دو كونترا. انا في ان كونترا معناتها فريمون سا ما بري اون اور دو تان، وتمامنا كل شيء وسي بيان الكونترا وكله برشا ناس وخرجت حكايات وفلوس كبيره وكذا وحكايه فارغه. كان يحرض على الجرافيت وقتها؟ مش يحرض. وقت النادي الافريقي المشاكل نتاعو ازليه هي ديما ماديه. وكنا عندنا ازي مشاكل، لكن مشاكلنا كانت تتحل بالوقت، صحيح بشويه تاخير، لكن كنا ديما نسعى ونلقاو الحلول ونخلي الحلول ديما نلقاوها. طالت شويه الحلول، نهار تفاجئنا اللي الملاعبيه جاوا دخلوا الفستير وخرجوا قبل ما نجيو احنا المسؤولين. وكان موقف انا واحد من الناس كان موقفي صارم جدا، لانه بعمرها ما حصلت وما يلزمهاش تحصل في فريق كما النادي الافريقي، ما قبلتهاش. لانه اكوا ساسير لي كونترا؟ اذا انت عندك عقد مع النادي مش تقرف، حتى تو كي نسمع الجرافيت انا ضد الجرافيت. انت عندك عقد يحميك، تو طار باش تخلص. غدوه بعد غدوه بعد عامين باش تخلص. ما نعملوش نعمل بالكونتراتوات، نعمل كونتراتوات ونرجع كما قبل. مادام حكيت انت على عماد طرابلسي، شنو حكيت فكان وقت المفاتح نتاع الكراهب، كيف صارت العمليه؟ لا بعد ماتش ديربي. شو ايش بقول لك؟ عماد طرابلسي قبل عماد طرابلسي محب غيور، وتصرفاته كانت تقرب شويه للتصرف المحب، لانه
ما نلومش عليه، مازال صغير وقتها والنادي الافريقي واسم كبير وجماهير كبيره، وتعرفوا الوضع نتاعه وعلاقته بالعائله الحاكمه، ويستنوه في عماد ترابلسي باش يعطي الدعم وباش يجيب الفلوس وباش النادي الافريقي تولي حتى هي قويه. انت ما تنساش فما ريفاليتي من شيرا سليم شيبوب، النادي الافريقي يقول لك علاقتهم ما كانتش باهيه بين شكون وشكون، عماد وسليم هذه معروفة مش جديدة مش نقولوها، علاقتهم ما كانتش. أما عماد، الفرق بين سليم وعماد وقتها سيتي الإكسبيرانس، سليم أكبر منه، سليم سير وسليم رئيس ما نفعش الكلوب. عماد لو كان حب ينقز المراحل إلى فولي بروني لي زيتاب، لو كان مشاب شوية وكل كان نجم يكون مشروع مسؤول كبير، لأنه هو صارت له تجربة صغيرة هو أخوه في عقد والكرم ومن غادي كانوا الموت كرهوا خذيها تجربة ما لنزمة إن باسيو بروفيتي من الوضعية، دخل في مشاكل ومشاكل مع الناس كل مش مع حتى مع نبيل معلول. مع شكون ياخ؟ معايا أنا صارت لي مشاكل معاه. كيفاش؟ صارت مشاكل في الراي، وفما برشا ناس كانوا ياثروا عليا عاودوا له الكلام، وانا كنت صاحب مواقف مع الرئيس السابق واللي بعده على الكلوب. صحيح؟ لا قالوا ابعد ولا لا قرار عامل عائله جاي نتاعهم باش يبعد من بالحسن اونتر اوتر. علاش؟ وقتها من الظروف ما تسمحش، والوقت ذاك في الفتره ذيك بالذات 2005 2006 خارجين من انتخابات، والوضع طلبوا منه حسينا بالضغط. قبل كانت فما ناس تسمع، كانت فما السلطه، كانت فما الوزاره عندها عين، فما الكلام، معناتها اذا فما حاجه كان فابا توصل رابيدمون والقرار كان في ساعه يخرج. هل صحيح انه هو كان وراء خروج خالد المولهي؟ لا من الكلوب؟ لا خالد تقلق من الحكايه هذيك نتاع الكراه؟ لا بون، ما سالتش على خالد برك، هو مش خالد على اللاعبين الكل، اما فما شكون من اللاعبين قبلتها من اللاعبين اللي خالد من اللاعبين اللي ما قبلتش وقت، مو خاطر خالد عنده طبيعه خاصه، عنده الشخصيه نتاعو. لا خالد عاقل برشا، خالد ما تسمعش صوته، خالد نبخشمو نقولوا نحن. خالد انا مره نحكي لك حكايه، في من نلعبوا ضد المستير في المستير، نبيل معلول عطى الكابيتانا الملاعب ياخر، انا نحيت الكابيتان وعطيتها لخالد المكشر. أي. عندك الموضوع. دونك خاطر نحب نحسوا بالمسؤوليه، نحب ان تو خالد كانت عنده برشا طاقه وميليتيميد وما عملش فريمون. انا راه رغم يلعب في الترجي ولعب في الكلوب ولعب لبرا، بالنسبه لي انا ما عملش كان نجم يعمل مخير، خاطر عنده برشا كاليتي وحياته لي جين دو في نتاعو ياسر معناتها نظيفه، محافظ على روحه، كان نجم يعمل مخير. شكون الملاعبيه كانت عندك معاهم مشاكل؟ والله الملاعبيه هم اللي تلقاهم ملاعبيه في سقيهم. مثلا اشرف الخنفاوي من احسن ما انجبت كره القدم التونسيه، الي باسي اكوتي دون كارير، كان يكون ملاعب كبير. مشاكل كيما متفاهمين، علاش كانت مشكلتك مع اشرف كانت يتنرفز اكثر من اللازم، مشاغب، ماهوش، لكن بلان دو كاليتي. سليتي فهم علاش؟ سليتي لانه كان هو ما يسكتش على حقه، مش ما يسكتش، سليتي صريح يتكلم، ما يوزنش ما يوزنش كلامه قبل. لا مش ما يوزنش كلامه، معناتها يقول دو نابورت كوا، لا معناتها اللي في قلبه يقوله صريح. اما كان عنده حاجات يخليك مثلا يجيك روتار، الناس تلبس زي هكايا هو يلبس غير الزي، رغم اللي عنده يعمل في حاجات ديما يعكس اللي الحاله الموجوده، هذيك هو الخلاف. مش كان ضيفي طارق سالم لهنا اي ما حكاش عليك بالباهي، قال من الناس اللي تثبت في اني نخرج من الكلوب خاطر كان عندهم لاعبيه يحب يجيبه. لا مش نقول لك علاش اللي وتقابلنا في صفاقس وما سلمش عليا، انا نحب نسلم عليه ونحييه. وطارق سالم ملاعبي من طراز عالي جدا، باش نبداو عنده يسار مزيانه برشا، عنده يد مش ساق، عنده يد يسار وربي تبارك الله عليه، واخلاق فاضله برشا. وين ما تفهمتش انا طارق سالم يخاف، عنده الخوف، مثلا ما يطلعش في الطياره. مسافرين ماشيين لجامبيا نلعبوا كوب دافريك، عملنا لوجيسترمون متواجد معانا في المطار، قال ما نطلعش في الطياره. قلت له علاش ما تقوليش من قبل؟ مثلا غدوه الطبيب يقول له راه مش نعملوا زريقه، يقول لك ما نزرقش. يخاف من الزريقه، ما يمشيش، عنده حاجات خاصه به. أما كرويا واخلاق وفاضله وكره ملاعب كبير، بعمره ما كان الحكايه ذي باش نجيب ملاعبي في بلاصته هو، مستحيل.
او نعاودها له توا متعدات سنين وسنين ونكلوا لتوا الاحترام وملاعب كبير ونحترمه ونقدره رغم هو قال ما سمعتوش كيف ما سلمش عليك. قابلنا في التيران تاع سي اس اس كلوب سفيقس في سفيقس وكنت واقف انا وصلاح الدين زحاف لا انا ولطفي عبد الناظر وجاء هو سلم على الناس كلهم ما سلمش عليا با ما عملتش رياكسيون لا لا باديتو ما عملت حتى رياكسيون لا ولا وللساعة هذه والتو ونعاود نخلوك ناكد لك تربطني به علاقة كانت معناتها قراري ضده ربما في مش بعاده هو خاطر كان فان كونترا من النادي الافريقي هو الاسباب اللي كنت نشرح لك مازال له عام ظهر لي وقتها قال مازال له عام انت حبيت طيح له في السالير نتاعو الفلوس الفلوس لا هذيك جات لا 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 هو وش اسمه هاكا الاخر زاد كيفه شكون بالجديديه اي قال انا ما نقبلش قال تحب نفسخ تو نفسخ ما نطيحش في الفلوس مش نقول لك علاش وقتها خذينا قرار مس الملاعبيه الكل مسوش هو لا هنا ماذا بيا كان يشارك لا قال الكل هو قال الكل صحيح قال الكل قال الكل قال انا ما نقبلش طيح لي فلوس قلت له انا ما نجمش قلت له انت مكتوب في بالك اكسبسيون ومن غاديك يصير خلاف دونك ما فماش خلاف جوهري مع هو في شخصه في ذاته ما قالش الاحترام متربي برشا معناتها لا من انشيرته لا من شيرنا سمى عقد في المصلحه نتاع النادي انا ندافع على مصلحه النادي ونحترم حق الملاعبي هنا صار الاختلاف ربما هو راح حاجه اخرى اما ابدا كان خممت باش نحيه هو باش نجيب ملاعبي في بلاصته بن علي كل ما تدخل لفريقي في ازمه يعاونها كيفاش الكلام هذا قلته انت قبل صحيح بن علي كان سند دائم للنادي الافريقي بن علي كان يحترم برشا النادي الافريقي يعرف قيمه النادي الافريقي واجتماعيا قداش توزن النادي الافريقي وكان ديما حريص باش النادي الافريقي ما يدخلش في ازمه. شنو هي اكثر حاجه تتفكرها عاون فيها بن علي النادي الافريقي؟ والله هو كل مره وين يبدا عندنا ماديا يعني شنو؟ ماديا كل مره وين يبدا عندنا ديفيسيت الا والرئاسه تتدخل كرئاسه وزيد يعطي الاذن للشركات باش يعاونوا النادي الافريقي كان مساهم مساهمه كبيره برشا في بناء نزل حديقه النادي الافريقي حديقه الرياضه اه. الرئاسه ساهمت برشا في بنائه مع بلديه تونس وفي الازمات اللي مر بها النادي الافريقي نعرف اللي بن علي نتذكره الفريق الوحيد اللي تحول له مطار تونس واستقبله وقت اللي عدنا بكاس رابطه الابطال وقت قبل كانت كاس الشامبيون دافريك عام 91 في مطار تونس قرطاج يعني كان يحترم برشا النادي الافريقي ويعطي قيمه برشا النادي الافريقي وكل من يسمع بالنادي الافريقي في ازمه الا ويتدخل شخصيا. باهي خلينا نحكي شويه على كلاشات اللي صاروا في برنامج سبورت تونس تعرفت كنت مع اليونسي عبد السلام اليونسي في وقت من الاوقات صار كلاش شهير بيناتكم علاش وقتها؟ والله اجي نقول لك انا عبد السلام اليونسي وقت اللي ترشح للرئاسه كنت متواجد في الـ في الـ في الجلسه العامه وهنيته ونصحته وقلت راني على ذمتك في اي حاجه تطلبها لكن اليوم غدوة شفت برشا حاجات شفت قرارات شفت حاجات اللي انا نقدتهم رد بالك ونأكد ونعاود وقلت لك الكلام والتو وما زلت وماكش تسمع مني ما دامني على حي قيد الحياة باش نهار نجبد انسان في شخصه ولا في عرضه ولا في اخلاقه ولا في عائلته مستحيل انتقدته رياضيا قلت له هذه ما تجيش وهذه ما تجيش وكي جاب حدانا البلاتو ولا هو ما حبش يجي كي جا قلت له نفس الكلام هو ما عجبوش صار الخلاف لكن قعد في النطاق المعقول وقعد وهو بيدو شاف مي رياكسيون بعد وبعث لي سلام وقال لي سامحني راني انا قلت له اسمح هذا احنا رياضيين ونقعدوا ديما في النطاق هذاك ما نخرجوش منه الفريقي الفريقي طاحت من امثالك انت بايع شرفك على الفريق الكلام هذا شكون قال؟ انت بايع شرفك على الافريقي مجدي الخليفي قال لك الكلام هذا في سبورت تونس والله شرفي شنو شخص ما تدبر ما تدبر اجي اقول لك مجدي الخليفي انا ما نعرفوش قبل في النادي الافريقي عرفته وقت اللي مع مع سليم الريحي جاء في الفتره اللي مات الاخرانيين وقت اللي اخر موندا تاع الشريف الله يرحمه قبل ما يسلم الامور ويخرج وقتها دخل في العاف النادي الافريقي لكن ما كانش عنده مسؤوليه. شنو يقصد بالكلام اللي قال؟ والله ما نعرف. ما تعرفش؟ والله ما نعرف. وتقابلنا وتقابلنا من بعد وانا انا عندك حاجه من خم شو كان مش نسمي لك اللي تكلموا فيا واللي قدحوا واللي قالوا واللي عملوا واللي خلصوا واللي من من من, من نحسب نغلط اما اللي عرضني راني نسلم عليه ونحترمه ونقدره ونقول ربي يسامحه. برشا لموك على الخدمه مع سليم الرياحي. والله يجي نقول لك حاجه سليم الرياحي باش خدمت برشا ناس ما تعرفش الحقيقة. أول واحد نصحني واللي نحب ونديما نحكي أنا وياه رياضيا
من محبين تاع النادي الفريقي برشا ونحترمه كاعلامي هو جيلاني العدي. جيلاني العدي كانت عن طريق برهان بسيس، تقابلنا وحكينا 5 مرات، في ال5 مرات نتقابلوا ونعطيه وجهه النظر نتاعو شنيا النادي الافريقي، وعطيته باستا كيفاش تسيرت النادي الافريقي. المره ال5 عيط لي قال لي راهو النادي الافريقي حاجتها بي. قلت له انا راني كي تطلبني جمعيتي ماني طالب حتى شيء. ندمت ولا خاصه بعض المشاكل اللي سببها سليم الرياح النادي الافريقي بعد؟ لا ما ندمتش. علاش ما ندمتش؟ انا خدمت عائلتي، انا ما عنديش مزيه غدوه تطلبني النادي الافريقي في حاجه ليا، ما عندي حتى شرط. وبعمري ما شرطت على النادي الافريقي. هل صحيح كنت رجل الكواليس قبل في العلاقات مع التحكيم والامور هذيا في النادي الافريقي؟ كنت صاحب القرار. صارت لك واقعه مع ماكر من لاجيم تاع فلوس وحاجات من نوعها؟ لا برشا الكلام هذا. لا لا بتاتا ماكر من لاجيم بعمره، الحكم الوحيد ما صارت ليش معاه مشكله، ما زفر ليش برشا تو دابور. لا ما زفر ليش برشا. لا ثاني نقول وقت الكلوب تحب حاجتها بحكم ولا حاجه يمشي صالح الثابتي هو اللي يريق الامور. لا مو صحيح. لا لا شنو معناتها ريق الامور؟ شنو مفهوم شنو معناتها؟ لا 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 كانت ربطنا تو دابور علاقه مع قبل في الكلوب. اعطيني ذكروني مرة. كل جمعية فيها رجل الكواليس يخدم في التحكيم؟ لا رجل الكواليس مش بشرط يخدم التحكيم. لا انا قلت لك كنت الناس ما تعرفش قبل ما كانتش يخرجوا تو الاعلام مكبر والوسائل التواصل يعطيوك الاخبار كل ديتاي. قبل كانوا لي كوليس كل كانوا عندي. والدليل جاك مسؤول في التحكيم سنة 2013 قال لك بقى هذيك الامور كالعاده. لا مش لا 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 مش هكاك مش هكاك. انا قلت الحكايه هذيا اتصلت بمسؤول كبير اللي نحترمه برشا ومازلت نحترمه. ما جاش الوقت باش تقول اسمه؟ لا ما نحبش، انا بعمري ما نسمي الاسامي. راه مازال يخدم اليوم في التحكيم؟ لا ما يخدمش في التحكيم. بعيد. اي بعيد. قلت له راهو اللي صاير عيب. قلت له وحديته قلت له راهو ها واش يصير هكا وهكا وتو راهو ولا جيدوتوش صاحب قرار ولا ربيتر. قال لي ذاك اللي موجود. باهي نجم ما سميتناش هذا، على الاقل خلينا ناخذ منك حاجه اليوم، تنجم تسمينا الحزب اللي حاب يحطك رئيس في النادي الافريقي؟ لا لا ما نقولكش. كيف لا زاد؟ لا لا احتراما. حبيت تعطيني شيء. لا اسمعني احتراما في لاني قابلت معناتها الناس من نجم نقول القياديين الكبار. علاش رفضت؟ والله رفضت لاني نرفض باش نمزج بين منصب كبير رئيس النادي الافريقي. ما هوش طموحي. عرضوا عليك باش يمولوك؟ عرضوا عليا كل شيء. قلت لا. قلت لا. مش طموح معناها حتى نهار اخر ما تطمحش؟ لا. تنجم تخدم على هيئه هذيا ولا؟ شو باش نعاون النادي الافريقي نخدم عائلتي. ايه شو نقول لك حاجه انا برشا ناس نقول لهم اللي نحكي فيه انا تنجموا ما تصدقوهش. اما شو امشي اسال سليم شيبو، اسال عثمان جنايح، صلاح الدين الزحاف، لطفي عبد الناظر، يوسف الشتالي، مصف فضيلي، مجيد الشتالي، حمودة بن عمار، حمادي بوسبيع، فريد عبد سام. يقول لك صلاح الثابتي شكون؟ خاطر برشا ناس ساعات يغطوا نقول لهم يا ولادي راني خدمت مع ناس كبار حتى باش تخزر له في وجهه وتحشم وتخاف. دونك ما تنجمش برشا ناس يقول لك هو عمل له وعمل ما تنجمش. حتى مع سليم الرياحي راني كنت بنفس الطريقه وبنفس الريجور اللي كنت فيه مع حموده بن عمار ومع سليم بنفس وحاولت باش ننجح وننجح لانه كي ننجح انا وينجح هو تنجح النادي الافريقي. وقلت له ماني طالب منك حتى شيء، انت جاي تحب النادي الافريقي تنجح وانا نحب النادي الافريقي تنجح. واضح هذيك الصحه. ما عندي مجموعه من الاسئله ماذا بيا تجاوبني عليهم في كلمه في لوكويز. لوكويز كنت اعتبر اليوم سي صالح احسن لاعب تونسي حاليا؟ أي. ولا في اليوم. المستقبل اليوم تو تخممش برشا معناتها عندي وقت. اول واحد جاي لبالك؟ والله الملاعب الوحيد ربما الرافيه غد مستقبل القدام محمد علي برمضان. احسن لاعب في تاريخ تونس؟ طاهر شايبي. احسن لاعب انتدبته انت؟ برشا ما نحبش نحرج. اكثر واحد جاك البالك؟ اول واحد جاك البالك اجنبي ولا تونسي؟ تونسي. واش تحرجني برشا؟ ولا اجنبي ما يسالش. اجنبي مزوز يقعدوا سالو تجود رامان تراوري. شكون احسن مسير خلقته تونس؟ شايف في تونس برشا يسميني واحد نعرف برشا باش تقول لي كل جنب باش تقول لي برشا نحب واحد ما نجمش نسمي لك برشا والله. نقول عم عامر البحري ربي يطول في انفاسه. احسن مسؤول خدمت معاه؟ مني قلت لك كل واحد وسيفته من حمودة بن عمار شريف بن لمين. مسؤول اليوم تشوف فيه روحك؟
يوسف العلمي احسن مدرب تونسي خدمت معاهم الكل، شو نقول لك، كل واحد وخاصيته. من نجمش نسمي لك اسمها لانه بصراحه مش تفزاد للعبه تو هكا. لا مش نقول لك علاش، مش نقول لك علاش بصراحه، باش كل واحد عنده خصال كبار، من يوسف الزواوي، الفوزي البنزرتي، اي سميلي واحد، سميلي واحد، نبيل معلول، ومرأة برشا من الفنادق. ناخذ يوسف الزواوي اللي تقولوا له باش ناخذوا، ناخذ يوسف الزواوي. احسن مدرب في تاريخ تونس، خلقته تونس حسب النتائج مجيد الشاتيلي. باهي، شكون اقرب لاعب ليك؟ اقرب لاعب قبل كان برشا، اما كنت عندي برشا عطف لانه خذي صحاحت له مازال صغير بالكل، والناس كله اللي هو وسام بن يحيى، اللي الناس كلها قالوا لي كيفاش هكا زميم كان زميم ومشى وقتها عندنا برشا ملاعبيه وكيب قويه ولاموا عليا هما هو شكون اخر زاد صحاحت له؟ اخو وسام يحيى، ما ينساش. شكون اكثر لاعب ما تفهمش معاه كنت؟ لا ما عنديش اكيد فماش حتى حد مسيره ما شاء الله من عام 94 اكيد فما لاعب كنت ما تفهمش معاه برشا، ما نقولوش برشا، نقولوا شويه على الاقل، ما نخرجوش للنص وما نفهمش انا تحب تسميها ما يتخالفوا في الراي. اعطيني يتخالفوا في الراي، عارفوا في بالك انا ما نحب على لسانك هكا باش تقول. لا والله لا، كلهم كانوا كي بعضهم، كل واحد باش اعطيني واحد من بصراحه ما نجمش. اكثر مسؤول به ما تفهمش معاه، بيت تخالفوا في الراي، نقول تخالفنا في الراي مع السيد نجي. اقوى جمهور العبد ضده؟ اقوى جمهور العبد ضده اي اصعب جماهير عندك، جماهير القروان، جماهير السيابي. هدف قعدت في بالك ما تنساش؟ هدف درامان تراوري في مرمى الاتحاد الرياضي المنستير. شوت ملاعبي خدام كان برشا علي بومنيجي، بالعكس تو ملاعبي كركان اي في لونترينمون ما يحبش لونترينمون، مش سامي لك ملاعبي ما خليني مش نقولك عليه حاجه ما يسالش. اسامه السلامي اما تقلب ملاعبي يعمل برشا مشاكل، برشا مشاكل اي مشاكل من نوع، خاطر انا المشاكل انواع الكل. لا ما عندي شيء برشلونه خطا عملته ندمت عليه، غلطه تعتبر روحك عملتها. اللي يخدم يغلط. اي اكثر حاجه غلطت فيها؟ ما نتذكرش غلطت غلطه كبيره في حق النادي الفريقي بالحق. ما غلطت الجمله؟ لا يعطيني غلطه صغيره عملتها. لا غلطت في اختيارات. اعطيني غلطه صغيره، ما عادش عندي وقت. لا غلطت في اختيارات مثلا. ما نعرفش، فما زوز انتدابات في الاجانب ملاعبي، اما ما قعدوش معنا في اللي هما افريقي ملاعبي ما نذكروش، خاطر ملاعبي من فما حارس دابور جبته وما قعدش برشا في النادي الافريقي وخرج، هو حارس المنتخب الغاني سامي اجي واللي كانت خساره بعده، وبصراحه من الحاجات اللي ندمت عليها ربما في التفريط فيه. التفريط فيه. باهي، اخر سؤال في كلاسيكو ديسبيرونس ويتوال، شكون تشجع؟ كلاسيكو ديسبيرونس ويتوال هما زوج فرق تونسيه دابور. شكون تحب يربح؟ والله اللي يربح صحالي يعطيني اسم دبلوماسي برشا سي صالح. لا مش دبلوماسي، ما تحبش تجاوبني. لا مش نقول لك، انا نحترم الجماهير كله نحترموني، مش نقول حتى ولو نتمنى في حاجه نخليها لروحي، اما زوج فرق تونسيه ان شاء الله يلعب خير نكمل مع اخر بريك اللي هي ليكيب تيب. ليكيب تيب ما تخممش برشا سي صالح، اعطيني احسن تشكيله في تاريخ الكلوب. احسن تشكيله؟ اي جارديان. والله لا جارديانات ما تحرجنيش، خاطر النادي الافريقي ما كان مش بسمي لي، خلينا نلغي هلا. لا جارديانات مش نسمي لك، مني مش نبدا لك بعطوقة. بس عطوقة على اليمين، على اليمين مش احمد الزيتوني من الاول هذوما فما ناس. على اليسار، على اليسار عبد الرزاق شحات في الاكس، و برشا علي رتيمه ربي يشفيه من القدم قاعد نسمي لك، منصف الشرقي المحايسي قدام في الوسط، وسط برشا بياري، عبد الرحمن الرحموني هذوما اللي نعرفهم، بوسحيح برشا. باهي قدام ثلاثة القدام، ثلاثة القدام منصف الخويني،
لسعد العبد اللي برشا برشا واحد مزيل. واحد مازال مازال واحد مازال واحد فوزي الرويسي يعطيك السلامي يعطيك الصحة شكرا لك شرفتنا بحضورك اليوم عايشك يعطيك الصحة انت ونشكرك على الاستضافة مرحبا شكرا يا ميدي بن نصر في الإخراج محمود في الإخراج الرقمي